متحف التاريخ والحضارات او متحف الاثار سابقا، هو متحف اللي كيتوفر على جميع المعروضات او التحف المستخرجه من مختلف المواقع الاثريه في المغرب اللي تتعود الى فترات ما قبل التاريخ والفترات القديمه والفترات الاسلاميه، واللي العرض ديالو يتكون في مجموعته الدائمه من مسار زمني تتحدث على عصور ما قبل التاريخ، الفترة العصر الحجري القديم إلى حدود العصر الحجري الوسيط والأعلى والعصر الحجري الحديث طبعا، ثم في الفترة القديمة كل ما هو الألفية الأولى قبل الميلاد من بداية اتصال الإنسان في المغرب مع حضارات الشرق الأبيض المتوسط من فينيقيين وقرطاجيين ورومان وإغريق وإلى ما ذلك إلى حدود الفتح الإسلامي وبداية الأسر أو السلالات الحاكمة من الأدارسة والمرابطين والموحدين والمرينيين إلى حدود الفترة الوسيطة في المغرب. ثم هناك قاعات أخرى للعرض موضوعاتية بخصوص قاعة الرخاميات واللي تتوفر على تباتيل ومعروضات تحف استخرجت من مواقع بناصة ووليلي، رخامية لآلهات وقطع في الحياة اليومية معروضة هناك في تلك القاعة، إضافة إلى قاعة البروزيات وهي من أجمل وأهم المجموعات المتحفية البرونزية المعروفة في العالم والتي اكتشفت في مجملها في موقع وليلي، ومن أهمها تمثال جوبا الثاني وتمثال كاتون. بعد عملية التجديد التي تمت بدايتها سنة 2014 واللي انتهت بعد 12 شهر من الترميم بمبادرة من المؤسسة الوطنية للمتاحف، تم إعادة السينوغرافيا والمتحف وتقديم شكل جديد وعرض بيداغوجي أهم للأطفال وللزائرين للتعريف بغنى حضارة المغرب وحضارة والإنسان ومختلف تطوراته، يعني تطور الإنسان في المغرب خلال مختلف الحقبات التاريخية التي عرفها المغرب، انطلاقا من الأدوات أو المعروضات والتحف التي يتوفر عليها هذا المغرب. بالنسبة للقاعة أو المسار الزمني، هي خصوصا الأدوات التي استعملها الإنسان في حياته اليومية والتي تبرز كذلك المظاهر الثقافية والحضارية لكل فترة معينة، لا من ناحية ديال الأدوات التي تبرز معتقداته الدينية أو الحركات أو نقولوا التجارة والتأثيرات المتوسطية من حضارات بونية ورومانية وإغريقية، والاستظهار في هذه الادوات اللي كان كيستعملها الانسان في حياته اليوميه والتي تم اكتشافها في هذه المواقع. وكذلك بالنسبه للفتره الاسلاميه هنالك النقود التي كانت تؤرخ لجميع السلالات الحاكمه منذ الادارسه الى حدود العلويين، وكذلك قطع هندسيه اللي تم استكشافها بمواقع مثل تينمل والكتبيه ومواقع شاله، إضافة إلى أدوات تؤرخ أو للمجالات المعرفة مثل الأسطرلابات والمدن النبوي، وكذلك مجموعات مختلفة نحاسية وزجاجية لتبرز مدى عبقرية هذا الإنسان المغربي في تعامله اليومي مع الأدوات، وفقط ليس اقتصاره فقط على ما هو وظيفي وإنما على ما هو جمالي، يبرز تطور أو الإنسان كيف كان الحرفية ديره في وإتقانه أثناء صنع هذه الأدوات وكذلك استعمالها. القاعتين الموضوعيتين تعتبر من أهم القاعات الموضوعاتية يمكن أن نقول في المغرب، لأنها تعتبر من أجمل ومن أهم هذه القطع والتحف ليس في المغرب فقط وإنما بالنسبة للمختصين في العالم بأسره، هي قطع تم عرضها في جميع المتاحف العالمية في أمريكا وفي أوروبا وفي آسيا وهناك طلبات كثيرة عليها.
هي تبرز مدى او مدى تطور هذا الانسان في تلك الفترات التاريخيه. هذا القطاع التي تبرز العديد من المناحي اليوميه من كذلك الدينيه والعسكريه والداخل في حياته اليوميه كذلك ومعتقداته معتقداته الدينيه. اذا هذا القطاع هي قطع فريده من نوعها من البرونز او من الرخام لاباطره او لالهات كانت في تلك الفتره او لملوك محليين مثل تمثال جوبا او الكاتون المعروف كاتون دي فولوبيليس او كاتون وليلي اللي كان معروف ان ذلك في الفتره الرومانيه. قطع برونزيه لحيوانات مثل الكلب المهاجم او الصياد الشيخ او الفرس والخيال، وهي قطع فريده من نوعها وذات اهميه كبرى لدى المختصين ولدى الزوار ليس فقط في المغرب وانما في العالم اجمع. الاقبال المتحف في مدينه كالرباط هو متوسط في العادة، ولكن يوجد العديد من الزوار خصوصا في الداخل في أيام نهاية الأسبوع وكذلك فترة العطل. كنلاحظوا إقبال كبير للمغاربة كذلك للتعرف على تاريخ المغرب لأنها فرصة لا تعوض. انطلاقا من هذه الأدوات أو التحف المعروضة الزائر المغربي أو الأجنبي يمكنه التعرف على حضارات وثقافة المغرب داخل في أثناء تجوله في هذه القاعات. ونشتغل بصفة عامة أو خاصة مع الأطفال أو التلاميذ لا من خلال الأوراش البيداغوجية أو لا من خلال الزيارات الموجهة للتلاميذ الجمعيات أو تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية لمرافقتهم وتقديم لهم شروحات وافية وموازية للمقررات التي يتلقونها في المدارس خصوصا في فترة فيما يخص مادة التاريخ، ولكي يكون تعرف مادي وبالعين المجردة لهذه الأدوات التي تؤرخ لهذه الفترات المهمة لتطور الإنسان في أرض المغرب في هذه الحضارات خلال هذه الحضارات المتعاقبة يعني منذ ما قبل التاريخ إلى حدود اليوم. هذه الأدوات، هذه المواقع اللي كانت كتعرف استقرار سكاني، لماذا كان كيف كان ببداية هذا الاتصال والتواصل مع هذه الحضارات من خلال هذه القطع، من خلال كذلك الأوراش اللي كنلاحظوا اللي كنقوموا مع الأطفال حول شخصيات اللي هي مهمة في التاريخ المغرب واللي كتكون معروضة في داخل أروقة هذا المتحف. كذلك أوراش اللي هي الحفريات لتقديم مبادئ عامة للأطفال، كيف يتم هذه الحفريات الأثرية داخل هذه المواقع في مجمل التراب المغربي، وكيف يتم استخراج هذه القطع ولمسها وإعدادها لكي تكون في فترة ما داخل هذا المتحف، ولكيف هذه القطعة تمثل جزء يمكن فهم وتأويل واحد حقبة معينة أو تلك الفترة وفهمها يعني علاقتها بالإنسان وكيف وحياته اليومية، وكيف يمكن من هذه القطعة نستخرج معلومات وافية وغنية على هذه الفترة، لأن علم الآثار يتغير يوم عن يوم، في كل يوم هناك أخبار جديدة واكتشافات جديدة تضفي معلومات غنية وقيمة تجعلنا لازم علينا أن نتابع بدقة لكي يكون في كل معرض أو في كل قطعة يتم وضعها داخل المتحف عندها واحد المعنى ورسالة معينة نريد إيصالها إلى الجمهور. الرسالة اللي كنوجهها للزائر هي المغرب، كيف يمكنك أن تكتشف المغرب يعني زمنيا ومكانيا في مكان واحد. في خلال هذا المتحف يمكن أن تسافر في الزمن وفي المكان وتحاول وضع نفسك مكان هذا الإنسان الذي وجد على أرض المغرب وكيف عبقريته وتطوره وكيف تمكن من التكيف والتطور
في هذا الارض عبر هذه الحقب من خلال الادوات اللي كان كيستعملها، كما نقول ادوات بدائيه الى حدود ادوات متطوره فيما بعد، وكيف هذا الانسان مع اتصاله بحضارات اخرى وشعوب اخرى اصبح الانسان الحالي اللي يمكن نشوفه اليوم واللي هو نحن. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.